يحل الأهلي الآن ضيفاً على فاركو في الجولة 11 من الدوري الممتاز، وتشير نتيجة اللقاء حتى الآن إلى تقدم الأهلي بأربعة أهداف مقابل هدف واحد. في البطولة ذاتها تعادل الإسماعيلي مع مضيف مصر المقاصة بهدفين لمثلهما، وبهذا التعادل بقي الإسماعيلي في المركز الأخير برصيد 4 نقاط، بينما رفع مصر المقاصة رصيده إلى 9 نقاط في المركز 15. في البطولة ذاتها يستضيف الزمالك غدا فريق فيوتشر في الجولة 10، ويذكر أن الزمالك يحتل المركز 4 في جدول الترتيب، بينما يأتي فيوتشر في المركز 6. انتهت هذه الجولة في أخبار الكرة والملاعب، مشاهدينا الكرام.